معانا دلوقتي على التليفون الكابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب الشباب. تحياتي ليك يا كابتن كرم. حبيبي يا كابتن اسامه، تحياتي ليك وكل سنه وحضرتك طيب، وانا سعيد ان انا موجود مع حضرتك. نقول لك بقى مبروك ولا هارد لك، يعني ما شاء الله اديته اداء اكثر من رائع، يعني لولا التوفيق في الاخر في ركلات الجزاء كان ممكن يكون منتخب مصر هو البطل في هذه البطوله. والله هو اولا الحمد لله، يعني احنا الهدف من البطوله طبعا رايحين ان احنا من اول ما خرجنا من القاهره ان احنا نرجع بالبطوله، يعني لان كانت موجوده عندنا السنه اللي فاتت وطلعنا دور قبل النهائي، والسنه دي كان عندنا تصميم ان شاء الله ان احنا نرجع بيها. بس الفوائد يعني الفايده كتيره، ان احنا طبعا مشوارنا في البطوله كان ان احنا لو حضرتك زي ما حضرتك قلت دلوقتي وتابعت ان احنا لعبنا في دور الثمانيه والدور قبل النهائي منتخبين اقوياء جدا، كانت بتلعب نهائي بالظبط، فكان المغرب او الجزائر، واحنا سعداء ان احنا قابلناهم لان هم دولت اللي هيبقوا معانا في بطوله افريقيا اللي هي المؤهله لكاس العالم. حقيقة. الاستفاده من البطوله الحمد لله احنا قدرنا، يعني حاسين ومبسوطين جدا ان احنا خرجنا بال الموجوده. يعني الشكل اختلف تماما يا كابتن كرم، تماما عن البطوله اللي كانت بالرغم انها كانت مقامه في ملعبنا في مصر، لكن الشكل والاداء والروح والمنتخب اختلف تماما في البطوله اللي كانت مقامه في السعوديه. والله يا كابتن اسامه هي حاجه من لنا، انا بكون اولا بحيي النادي الاهلي، يعني احنا كنا هناك ومتابعين، يعني متابع القرار اللي خده النادي الاهلي ان هو المباراه اللي فاتت مباراه الاتحاد ان هو في عناصر من فرق الشباب كانت بتلعب موجوده، احنا هدفنا كلنا ان اللعيبه دي تلعب. منتخبنا لما يبقى عندك عناصر بتلعب في الفريق الاول او بتشارك في بطوله الدوري، هم عندنا دلوقتي العناصر كتيره متاخره، يعني ما فيش ناس كتيره بتشارك مع الفريق الاول. فاحنا واحنا موجودين هناك وتابعنا احنا مبسوطين جدا، لان دي اضافه لينا وقوه لينا، ان انت بدل ما بتاخد من مسابقه لا انت بتاخد لعيب فريق اول واحتكاكه اقوى والمنافسه اكبر، فدي هتفيدك انت كمنتخب اذا كان في النادي الاهلي، او عندنا دلوقتي عناصر كمان بتلعب في الفريق الاول اذا كان كريم التبيسي او احمد شريف شاركوا وما كانوش موجودين معانا للمشاركه مع الفريق الاول في انديته. النادي الاهلي دلوقتي موجود شرقيه مع الدرجه الاولى، ميدو نبيل لعب المباراه السابقه، عندنا مصطفى مخلوف، عينكم على اللعيبه دي كلها يا كابتن. دولت من العناصر الاساسيه معانا. كويس. احنا القوام الرئيسي بتاعنا من هم متواجدين معانا في كل المعسكرات اللي فاتت، وكانوا موجودين معانا في البطولات اللي فاتت حتى في شمال افريقيا والبطوله العربيه اللي فاتت، وشرقيه يعني شرقيه ومصطفى مخلوف كانوا معانا في اخر معسكر. ظروف الاصابه اللي كانت لشرقيه هي اللي بعدت عنا، انما شرقيه كان من العناصر الاساسيه اللي موجوده. وعندنا رأفت خليل من نادي ظهر بمظهر ما شاء الله متالق ولافت الانظار، بالرغم كمان برضو انا عايز يعني ايه، طبعا انتوا عارفين رأفت خليل في النادي الاهلي بيلعب وينج رايت، رؤيه الكابتن محمود جابر انه بيلعب باك ليفت، هو الفايده ان هو بيلعب في اكتر من مكان، دي طبعا يعني حاجه مهمه للاعب في المنتخب. طبعا رأفت خليل بيلعب وسط يمين او بيلعب راس حربه وبيلعب باك ليفت في نفس الوقت، برضو احمد نادر حواش كان بيلعب معانا باك ليفت في البطوله اللي فاتت بطوله شمال، ده بيدي حريه للمدير الفني انه يقدر يوظف اللاعب في كذا مكان، بدليل ان احنا لما حصلت لنا مشكله كريم الدبيس، طبعا كريم بيلعب فريق اول وعنده خبرات في الفريق الاول، ان هو ما جاش معانا البطوله وما انضمش معانا البطوله، قدرنا ان احنا مش البديل العناصر اللي موجوده اللي تقدر في اكتر مكان، يعني رأفت اول ما جانا كان راس حربه، فاحنا قدرنا ان احنا يرجع لمكانه هو، احنا شفناه برضو قبل كده كان بيلعب في المكان ده مع النادي الاهلي، وممكن انا والكابتن محمود يمكن اتكلمنا معاه في الحته دي، ان هو ان انت تبقى عندك اكتر من مكان وبتلعب في النادي الاهلي دي هتديك فرص كبيره قوي في الفريق الاول. استغلته يا كابتن كرم متابعة المدير الفني للمنتخب الأول فيتوريا للاعبي الشباب، وكان حافز كبير ليهم علشان يظهروا بالمظهر المميز ده في البطولة. والله يا كابتن أسامة احنا من الحاجات المعنوية اللي انت بتحتاجها للفرقة الشحن المعنوي للعيبة، من الحاجات الكويسة جدا ان احنا قبل مباراة الجزائر وقبل المباراة الأخيرة النهائي حصل أكتر من اتصال من مسؤولين في وزير الشباب والرياضة طبعا والاتحاد الكورة، وكانت يعني لفته طيبه من المدير الفني للمنتخب الاول ان هو يتابع اللعيبه وان هو يبقى في اتصال مباشر معاهم في اجتماع، وان هو يحفزهم ان هم موجودين، يعني ان هو اذا كان موجود في منتخب مصر مدرب منتخب مصر الفريق الاول متابعه، وكمان الانديه اللي هي بتاعته اللي هو ينتمي ليها برضه اكيد المديرين الفنيين الفريق الاول متابعينهم،
فدي بتدينا دوافع كبيره قوي للعيبه، ان هو عنده الناس كلها متابعاه، وان هو يجتهد عشان يبقى موجود في مكان افضل يعني. ان شاء الله احنا الحمد لله كانت لها اضافه. اتفضل، بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن كرم، وبنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونبارك لكم كده ان شاء الله وانتم موجودين في كاس الامم الافريقيه قريبا باذن الله. بنذكر كابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب مصر للشباب، صراحه جهاز الفني مع اللعيبه روح جميله جدا، الروح دي بتنعكس في الملعب على اداء اللاعبين، كل التوفيق ليهم خلال الفتره القادمه.